مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد بانفصال الفنانة دنيا بطمة عن زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وهو ما أثار الجدل بين أوساط الجمهور الذي تساءل عن مدى صحة الخبر وحقيقته. ونشر محمد الترك على حسابه بانستغرام صورة دون فيها: لم أندم على أي شيء فعلت بحياتي، فهناك أشياء فعلتها خوفا على من أحب، وأشياء فعلتها محبة، وأشياء فعلتها دون أن أفكر. ولكن عندما تصل لمرحلة أنك كل ما فعلت هو عبارة سراب في نظري أقرب الناس، هنا يجب علي الوقوف والتفكير جيدا. كما أنه شارك فيديو على حسابه على انستغرام يقول فيه: والزوين زوين الراس، اللي كيستناني أغلط ترى غلطان، لأن الإنسان كيتعلم من أغلاطه. كل ما يكبر الإنسان كيولي في واحد المرحلة في حياته كيحس راسه أنه نضج أكثر، أنت كيفهم الدنيا أكثر، واللي غادي يرجع يدير نفس الأغلاط غادي يكون في النهاية باقي ما تعلمش من الحياة. أنا الحمد لله تعلمت من الحياة مزيان وفهمت الدنيا مزيان، وكل شيء غادي يكون مزيان. حطيت لكم أغنية كان أحمق عليها،